الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقائي في قناة المبدعون الصغار. مرحبا بكم أصدقائي. فقراتنا متعددة وجميلة، نتمنى لكم طيب المشاهدة معنا. هيا بنا يا أصدقائي نتابع الفقرة القادمة. مرحبا بكم أصدقائي. أيها الطفل المبدع، كيف تقضي وقتك؟ هل تقرأ؟ هل ترسم؟ هل تكتب؟ أتمنى أنك تستمتع بالعطلة الصيفية. عزيز الطفل المبدع، كيف هو شكل حديقة الألعاب القريبة من منزلك؟ هل أنت راضي بين الواقع والطموح؟ بمناسبة انتهاء العام الدراسي، حبيت أهدي الأولاد بعض الألعاب، ألعاب ليارا وألعاب لآدم وألعاب لفهر. فهر يحب كثير الشاحنات، فجبت له مجموعة من الشاحنات، أتمنى أنها تعجبهم. والحين بروح أنادي الأولاد وفاجئهم. تعال بابا تعال. مبارك لكم النجاح والتفوق. شكرا بابا. شكرا بابا. مناسبة تفوقكم اشتريت لكم هدايا، هذا ليك ليارا وذاك لآدم وهذا لفهر. شكرا بابا.